خير عليكم وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة كان أول يوم لإعلان نتيجة الثانوية العامة. أحب أقول مبروك لكل الطلاب الأوائل، وإن ربنا فعلا ما بيضيعش مجهود حد. عشان كده بقى النهاردة حبينا حلقتنا تكون عن النجاح والرسوب، الغش، الحاجات اللي كتير جدا مننا بنحلم بيها ونكون محتارين قوي، وكتير مننا نفسرها إنها قلق أو خوف. بس طبعا اللي هتفسر لنا الحاجات دي كلها وتقول لنا اليقين فيها دكتور مليك. أهلا بك يا دكتور منورانا. أهلا بك يا دينا، ويا رب يوفق كل الطلبة اللي لسه مظهرتش نتيجتهم، تقريبا هتبان آخر النهار، ويا رب يجعل وشنا حلو على الجميع يا رب إن شاء الله. دكتور مليكة، أنا قبل الثانوية العامة قبل النتيجة بتاعتنا كنا طول الأسبوع أو طول الشهر قبل ما النتيجة تطلع نكون قلقانين واحلم ان انا مش عارفه احل، وان الورقه بتتقطع، وان ما بلحقش الامتحان. كنت اقوم واقول ان ده تاثير ان انا منتظره النتيجه. لكن لما حد يكون فينا خلص فعلا الدراسه وخلاص فعلا بدا حياته، اتجوز وخلف، ولما يحلم بالنجاح وبالسقوط والحاجات دي، فحب حضرتك اول حلقه النهارده تقول لنا بشكل عام النجاح وعدم النجاح في الاحلام تفسيره ايه. بس يا دينا، يقال ان الامتحان محنه، لكن في تفسير الرؤى والاحلام او عندي انا بالذات ان انا دايما ما بفسرهوش بالمحنه ابدا، انما بيفسر، واي حد ممكن يا جماعه يفسر لنفسه موضوع الامتحان. كتير جدا جدا منكم بيشوف الموضوع ده، كتير كتير يعني، كبير صغير، الكل، محدش ما عداش عليه منام في الامتحان. الامتحان لازم احنا اللي نفسره لنفسنا، سواء اذا كان صعب، سواء اذا كان سهل، سواء اذا عرفنا حلينا غشينا الورقه، زي ما دينا ما بتسال، اتقطعت ما اتقطعتش، ظهرت، دي كلها حاجات بتعبر عن واقع الراي، عن حاجات بيتمناها، انا بقولها بصفه عامه، عن حاجات بيتمناها، عن حاجات قديمه كتيره قوي قديمه عنده كانت مسببه له توترات نفسيه، بيشوف بيشوف الامتحان، عن حاجات ضاعت منه بيشوف الامتحان، عن عدم الصلاه والتقرب من الله ممكن يشوف الامتحان، يعني بتقع على واقع الراي. طيب كتير جدا مننا يا دكتور لما يكون قايم وعارف ان هو مثلا امتحان كويس يقوم مبسوط جدا. طيب حتى لو الامتحان اللي نجح فيه ده كان بالغش، هنا الغش حضرتك ممكن تفسريه ايه؟ الغش دايما بيبقى عدم ثقه في النفس دايما، وفي نفس الوقت كمان تحديدا بيكون ان احنا بنكون داخلين على امور بنحاول ان احنا نحل المشكله دي بطرق ملتويه. يعني كتير جدا كده. طيب في اطفال كمان بيشوفوا موضوع الغش ويكونوا مش وقت امتحانات، في اطفال يعني في سن 13 او 9 سنين انا بغش في الامتحان، وما يفهموش، ما يدركوش ايه الغش في الامتحان. دي معناها ان الاسره، محيط الاسره كلها مش مديله الثقه. يعني لازم يا جماعه ندي لابنائنا الثقه، نعرف برضو طبيعتهم من احلامهم، فنسال ولادنا شافوا ايه، بتعرفي طبع ابنك ايه او بنتك ايه من الاحلام. برضو الكبير اما يغش في الرؤى والاحلام بيكون زي ما قلت لك يا دينا، بتبقى في طرق ملتويه ممكن يحل بيها مشاكله ولو حتى بالكذب. طيب طبعا لما اكون بقى انا اتاخرت عن الامتحان وما لحقتش لجنه